النهارده حلقتنا هتاخذ شكل مختلف قليلا. هنبدا مع حضراتكم على طول في بدايه هذه الحلقه الحديث بتفاصيل وبتفسير اكثر عن ما تم في الصعيد. بينضم الينا الان عبر الهاتف الاستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذه نانسي، واهلا بكل مشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. الحقيقه محافظات الصعيد ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده البلاد شهدت مشروعات قوميه عملاقه، انجازات غير مسبوقه. ازاي الدوله نجحت في ضخ استثمارات كبيره في قطاعات البنى الاساسيه في الصعيد؟ في الحقيقه يعني نقدر نقول خلال الفتره اللي فاتت دي ان الدوله بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج نهجا يعني يجوز ان نطلق عليه باسم التنميه المبصره. التنمية المبصرة التي ترى كل الشعب المصري على قدم المساواة وتعمل من أجل توفير بيئة سليمة وحياة كريمة وحياة مثمرة وإيجابية للجميع، يعني في على امتداد الإقليم المصري بطوله وعرضه وشرقه وغربه. كان الصعيد من أهم المناطق اللي سيادة الرئيس اهتم بيها وأولاها اهتمامه، لأن في الحقيقة يعني كان في مرارة كبيرة وغصة كبيرة في قلب الكثير من أبناء جنوب مصر العظيم، وحرمان يعني شبه متواتر بين الحكومات السابقة والأنظمة السابقة لأبناء الصعيد من هذه الخدمات المهمة. فهذا يعني فجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعوض هذا الحرمان بأضعاف ما كنا نراه وما كنا نسمع عنه في الصعيد، ونرى الآن تنمية في كل المناحي الاقتصادية، في المناحي الثقافية. لا ننسى المشروعات الثقافية الكبيرة التي افتتحها الرئيس في الصعيد، نرى المشروعات اللي في الأقصر اللي في طريق الكباش، المشروعات العظيمة الخلاقة، نرى الطرق والمحاور، عشرات المليارات التي تضخ في كل محافظة ترفع الغصة من قلوب كل أبناء الصعيد وتتيح. طيب أنا قبل ما أدخل في هذه النقطة تحديدا كيفية التسهيل على المواطنين، حضرتك استخدمت يا فندم مصطلح الحقيقة في غاية الأهمية، حضرتك تفضلت بالقول التنمية المبصرة، صحيح؟ بالضبط. يعني والحقيقة إنه هذا المصطلح بيعبر الحقيقة بشكل مفصل للغاية وبشكل دقيق للغاية عما يحدث في الصعيد، واستوقفني هذا التعبير ولو نسلط عليه الضوء بشكل أكبر أستاذ وائل. في الحقيقة يعني أنا أرى دائما أن الدولة ترى كل المشاريع أو ترى كل أبناء الوطن بعين كلية. يعني حضرتك لو استعرنا اللي هو عين الطائر اللي بتشوف من منظور علوي، فلو احنا بصينا بهذه العين التي تمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظر الى كامل حدود جمهوريه مصر العربيه، يعني سنتاكد ان كان هناك يعني تواتر كبير من الحرمان لهذه المنطقه. فأتت هذه العين المبصرة التي ترى الأمور بشكل كلي، بشكل ترى الدولة أفقيا ورأسيا، يعني تضع يدها على مواطن الداء وتضع يدها كمان على مواطن القوة في هذه المناطق. يعني احنا في التنمية هنا لها مسارين، مسار لمعالجة السلبيات اللي موجودة أو معالجة التقصير الذي كان مستمر من فترة طويلة جدا، ومسار ثاني لتعظيم القوة الواعدة لهذا الإقليم الكبير، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الثقافية أو من الناحية الإنسانية. يعني لا ننسى أن هذا الصعيد هو المكان الذي أخرج لنا يعني أعلام لا حصر لهم، أخرج لنا الإمام البخوري، الإمام المراغي، الشيخ طه الفاشني، أخرج لنا رفاعة الطهطاوي، المنطلوطي، طه حسين، العقاد، أمل دنكم، صلاح عبد الصبور، أخرج لنا العديد من السياسيين، مكرم عبيد، عبد الرحمن عزام. يعني هذا الإقليم إقليم غني بطبيعته ويعني ولود بطبيعته، فهذه التنمية تأتي لتعظم الإمكانيات الموجودة وتأتي لتعالج كل السلبيات الموروثة للأسف،
واحنا بنشوف مشروعات يعني لم تكن تخطر لنا على بال. يعني مشروع بنبان في اسوان بهذا المشروع العظيم الكبير، المشاريع التنمويه اللي بنشوفها في المصانع، شفنا مصنع كيما، شفنا المشاريع الطرق اللي في قنا، اللي في سوهاج، اللي في المنيا، اللي في اسيوط. صحيح. كل مناحي الاقليم بنلاقيها يعني مش بس مشاريع بتخدم الحاضر، بتخدم الحاضر وبتخدم صحيح. المستقبل. طيب خليني ارجع مع حضرتك للنقطه اللي يعني ذكرتها في بدايه هذه المداخله، كنت بتتطرق الى فكره التسهيل على المواطن، ازاي ساعدت هذه المشروعات انشاء العديد من المرافق الخدميه والمنشات في التسهيل على اهالينا في الصعيد يا فندم؟ في الحقيقه برضو ده يعني من الحاجات المهمه جدا جدا، لان ده اللي بيفرق منظور الدوله للتنميه ومنظور الافراد للتنميه. يعني خلينا نقول التنميه بالجمله ولا التنميه بالقطاع. الافراد بيبصوا على المشاريع بشكل جزئي، لكن الدوله لما بتعمل تنميه لازم توفر كل عوامل التنميه، لازم توفر الطرق. لو انا مش قادر عايز اطور قريه، لازم اعرف امشيلها، لازم اعرف يبقى في طريق يوصل لها. ما ينفعش ان هذا الاقليم الكبير اللي بيحتل المساحه الاكبر في جمهوريه مصر العربيه كانت الطرق بتاعته في بالشكل القديم ده، دلوقتي بتشوف طرق على اعلى مستوى. يعني والله مره كنت رايح في عزة، حسيت ان انا مش ماشي في مصر في الطريق بتاع الصعيد، طرق على اعلى مستوى. انا فاكرين ان كانت طرق الصعيد دي كان بيطلق عليها طرق الموت. فلما نحافظ على حياه الناس، لما نوفر بيئه استثماريه مهمة وجاذبة، لما نقول إن هذه منطقة واعدة استثماريا ونروح لها، لازم نوجد لها الطريق اللي بيروح لها. صحيح. ده كمان وفر لينا بشكل كبير جدا، زي ما كان سيادة الرئيس بيفتتح المشروعات بتاعة سينا، وأولى اهتمامه الكبير جدا جدا لتوظيف أهالي في سيناء في الأعمال أو المشاريع الموجودة. ده كمان هو ده ديدن الرئيس، وهو ده منهجه في التعامل لتوفير او وضع ابناء كل منطقه يتم التنميه فيها على راس الاولويات في التشغيل والتحفيز والتدريب لرفع المهاره. دايما انا اقول ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ما ومشروعاته الان هي مشروعات رفع كفاءه الدوله المصريه. نعم صحيح. إنما ترفع كفاءة الدولة المصرية نرى كل شيء إن شاء الله على الوجه إن شاء الله ونحصد ثماره. طيب ده خليني أسأل حضرتك الحقيقة أستاذ وائل، يعني ما يحدث من تنمية في الصعيد كيف انعكس على العلاقة بين الدولة وبين المواطن في الصعيد يا فندم؟ في الحقيقة هو إحنا الشعب المصري شعب طيب جدا جدا، وبيقدر يعني يلمس الطيبة وبيقدر يتفاعل بمشاعره وبانتمائه لأي لفتة طيبة بتبذلها الدولة اتجاهه. فكل أنا أعرف كتير جدا جدا من أصدقائنا، وأنا من أمي من أصول سعودية وقرايبنا، عارفين قد إيه هذه المشروعات مست قلوب الناس وخطبت وعيهم. بنشوف الناس كل واحد حاسس ان في قريته بيتم الاعتناء بيها وبيتم تطويرها وبيتم عمل لها طرق او عمل فيها مشروعات اقتصاديه او ثقافيه، بقد ايه بيكون في امتنان حقيقي، وقد ايه في شعور بالفخر والانتماء كمان للبلد، لان من وظيفه البلاد ان تراعي ابنائها بكل المناحي. فهذا هذه المشروعات لا تنعكس اقتصاديا فقط ولا تنمويا فقط، تنعكس ايضا بشكل وطني على كل الناس اللي موجوده في الصعيد، بتنعكس بشكل ثقافي زي ما قلنا في رفع وعيهم، بتنعكس بشكل اقتصادي في زياده مدخلاتهم، بيتيح كمان للدوله ان هي يعني تحلم اكثر بان هي تعمل مشروعات اكثر، فالتنميه تتعاظم
وباذن الله دايما يعني في تقدم و نعم. والحقيقه هي دي فكره الدوله استاذ وائل، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك انه الحقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من محفل وفي اكثر من حديث ومؤتمر كان بيتحدث انه لمواجهه يعني اي نوع من انواع الارهاب او اي نوع من انواع الفكر الهدام بيكون عن طريق التنميه، يعني التنميه في مواجهه الافكار الهدامه. الى اي مدى ده واضح جدا في الصعيد استاذ وائل؟ في الحقيقه يعني دي من الموضوعات التي تحتل اولويه كبيره جدا 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 في اهتمامات الدوله المبصره زي ما قلت لحضرتك. ليه؟ لان عدم الايمان بالدوله بيخلق حاله من حالات النفور او حاله من حالات الاستهجان، عدم تحقيق ما توقعه الانسان من الدوله بيخلق حاله من العصيان، تمام؟ وبعدين المهم في كل ده فكره ان احنا لو لم نشغل عقول الناس ولم نشغل وجدانهم بالقيم التي نريد ان نزرعها فيهم وهي قيم ايجابيه بالضروره، بالتالي هيكونوا عرضه لأي قيم أخرى سلبية ممكن أي حد ثاني أو أي جهة أو أي طيار يقدر يزرعه فيهم. فدايما أنا أقول إن البني آدم عامل زي قطعة الأرض الفراغ، لو هذه قطعة الأرض لم تزرع ولم تطور أو لم تبنى بشكل مناسب ستتحول قطعة الأرض دي لما يشبه الخرابة. ف العمران والتنمية والتطوير والتثقيف هو الذي سيحول الشعب المصري، خاصة أبناء الشعب المصري المحرومين من هذه الخدمات، من شعب متلقي للقيم السلبية لشعب يصدر القيم الإيجابية ويصدر الفكر الواعي ويصدر روح الانتماء والمحبة والوعي إلى بقية الأطراف. طيب أستاذ وائل، يعني بجانب فكرة تقديم حياة مناسبة، حياة كريمة تليق بالمواطن المصري اللي بيعيش في الصعيد أو أهالينا في الصعيد، الحقيقة أن كان في هدف تاني، فكرة أن يكون هناك فرص عمل لأهالينا هناك عن طريق إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والمشاريع اللي بتقيمها الدولة الكبيرة اللي بتعمل منها تمكين أهالينا في الصعيد من وجود مهام وشغل لائق بيهم. كيف ترى هذه النقطة، خاصة أنه مش بتكلم على الصعيد بس، كمان على أكثر من المحافظات الأخرى كان بيبقى في عملية نزوح، عملية الانتقال من هذه المحافظات للعمل في داخل القاهرة الكبرى اللي هي أصلا مثقلة بشكل كبير جدا بالسكان وفيها كثافة من النسيج العمراني. فكرة تمكين أهالينا في الصعيد من مهام وفرص عمل كثيرة بتوفر ليهم أستاذ وائل. بالظبط، هو للاسف زي ما قلت لحضرتك، زمان لما كان كل مفردات التنميه غايبه عن اهالينا في الصعيد وغيرها كمان من المناطق اللي موجوده في مصر سواء في بحري او غيره، كان بيحصل عمليه هجرات بشكل واسع جدا جدا، لان ودي كان هم معذورين في الحقيقه فيها، لان يعني بلاد بلا خدمات بلا مصادر رزق بلا اماكن للسكن، فكانوا بيحاولوا يجربوا بشكل تاني. وللاسف يعني كان لما كانت الهجرات دي كانت بتحصل من كل اطراف الجمهوريه الى العاصمه او لاطراف العاصمه، كانت بتحصل كمان بشكل عشوائي. كنا بنعاني معاناتين، المعاناه الاولى ان بنترك بلادنا المنتجه الجميله الواعده بدون عماله وبدون ناس يعمروها، وبنزيد المشكلات الكبيره جدا في المدن والعواصم او المناطق الحضريه بانها بتتحول كمان لعشوائيه. فده من الحلول العبقريه اللي عملها سياده الرئيس، بان هو يوفر البيئه المناسبه ويوفر المشروعات المناسبه لتعظيم الامكانيات اللي موجوده في اهل الصعيد، لتعظيم العائد او تعظيم المنتظر من الامكانيات اللي موجوده، من المواهب اللي موجوده، من الحرف الشعبيه الموجوده، من الصناعات الصغيره اللي موجوده. كل ده يعني بيخلق مناخ افضل
في الجنوب وكمان بيتيح للمدن ان هي تقوم بوظيفتها في التنظيم والتسويق والتصدير وما شابه. فالقريه تقوم بدورها كقريه منتجه والعاصمه نعم. تقوم بدورها كمكان للتبادل والاستهلاك وبقيه الصناعات ويحصل هنا التكامل من غير ما يحصل ضرر لا صحيح ولا ضرر نعم. للمدن. انا الحقيقه بشكرك على الدوله يعني مليارات بعد كده طبعا تدور العشوائيات ومليارات بعد كده عشان نعالج المشاكل اللي احنا عندنا عشان ما فيش زراعه فنضطر نستورد عشان ما فيش صناعه فنضطر نستورد. فدي من علاجات اللي بيقولوا عليها علاجات طويله المدى اللي طبعا صحيح. ما ينفعش حد يقوم بيها غير دوله واعيه مبصره مثل الدوله المصريه صحيح. طبعا انا ساكتفي بهذا القدر وبشكر حضرتك على هذا الحديث الوافي الحقيقه استاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقه من اكسترا اليوم.